وللمزيد حول البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن تبرئة المحكمة ساحة مجرمي مجزرة جامع مصعب بن عمير في ديالى، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. مرحبا بك معنا دكتور. حياكم الله، مرحبا بكم. دكتور، جريمة مسجد مصعب بن عمير في ديالى وقعت في وضح النهار والجاني فيها معروف وتحت أو في قبضة القضاء، ما قراءتكم لإطلاق سراحهم اليوم على وقع استنكار حقوقي دولي ومحلي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لجميع المشاهدين ولكم كذلك. حقيقة لم يعد هنالك أي بند من بنود انتهاكات حقوق الإنسان إلا وأصبح لحكومات الاحتلال المتعاقبة مكانة في هذه الانتهاكات، بل ودور بارز. وربما هذا الانتهاك اليوم هو انتهاك جديد من نوعه، حينما يبرأ الجنات، وجنات ارتكبوا جريمة كبيرة كما قلت في وضح النهار، وجريمة بحق عدد كبير من المصلين في مكان له قدسية وفي زمان له قدسية، ألا وهو يوم الجمعة وفي مسجد، وبحق مجموعة من المصلين الذين ليس لهم ذنب إلا تواجدهم في هذا المكان وهذا الزمان لتقوم هذه المجموعة الإجرامية بتلك المذبحة والمجزرة. هذه الجريمة اليوم هي تضاف إلى جرائم إدانة الأبرياء، واليوم نرى تبرئة المتهمين والمجرمين، وهذه ازدواجية ربما تميزت بها هذه حكومات الاحتلال، لكن في جوانب كثيرة جدا وعديدة. نعم، إلى أي مدى ترون دكتور أن قرار المحكمة بإطلاق سراح الجنا يستند إلى دوافع طائفية؟ بالتأكيد، يعني الذي يعرف ويرى ويراقب في الحالة العراقية منذ عام 2003 إلى الآن يدرك حق اليقين أن هنالك سيطرة كبيرة للميليشيات على جميع مفاصل الدولة، سواء كانت بالمناسبة الميليشيات هي ليست مرتبطة بسنوات قليلة سابقة، الميليشيات هي متواجدة منذ اليوم الأول للاحتلال، بل سبق ذلك، فكان لهذه الميليشيات دور كبير في التهيئة للاحتلال ومساندته ومتابعة برامجه ومشاريعه ومساندتها في كل مفاصله. هذه الميليشيات التي تأسس كثير منها وتربى وتدرب ولا يزال يأخذ التعليمات إلى الآن في إيران، هو يقوم وفق منهجية طائفية ومنهجية عنصرية ليس لها بالعراق أي علاقة، لا من قريب ولا بعيد، وإنما هم أدوات لتنفيذ مشروع خارجي، وتحديدا مشروع إيران في تفتيت المنطقة وزرع الفتنة بين أبناء الشعب العراقي. لذا هذه الميليشيات القائمة على هذه المنهجية والمستندة إلى هذا الفكر فإنها بالتأكيد تسيطر، أو لها سطوتها وتأثيرها على القضاء كما هي لها تأثيرها على مفاصل الدولة الأخرى. هذا من ناحية دكتور، ومن ناحية أخرى ما الآثار التي سيتركها قرار مثل هذا، إطلاق سراح متهمين جنا، على السلم والأمن المجتمعي في العراق؟ يعني هذا القرار لا ينفصل عن قرارات كثيرة اتخذتها هذه الحكومات السياسية، وسواء كانت الأجهزة التشريعية أو الأجهزة التنفيذية الأمنية والسياسية وغيرها، وهي قضايا أو قرارات كلها تؤدي إلى زرع الفتنة وزعزعة الاستقرار في البلاد. هذا القرار مثل قرارات أخرى سابقة هي كلها تدين المجني وتشجع الجنات، كلها تحث أو تقدم الحماية القانونية والسياسية المادية والمعنوية للمجرمين، وتقدم لهم كل ما يطلبونه من مساندة ربما حتى في جرائمهم. ولذا هذا القرار وغيره هو حث أو تشجيع على هذا الإجرام والمضي في طريقه، وهو كله يصب في صالح
تفتيت العراقي والتأثير على لحمته الاجتماعية والوطنية. لعل كل ذلك دكتور يحيلنا إلى السؤال التالي عن الرسالة التي تريد الميليشيات إرسالها أو إيصالها من هذه الواقعة ومن غيرها من الوقائع. هي تريد أن توصل عدة رسائل. الرسالة الأولى التي تريد أن توصلها هذه المجموعات الميليشياوية أنها ليس لها علاقة بالشعب العراقي وبمصالحه. فمصالح إيران بالدرجة الأولى، والمصلحة الثانية مصالحهم الشخصية مما يكسبونه على حساب الشعب العراقي. هذا أمر. الأمر الآخر، هم يريدون أن يقولوا للناس في داخل العراق خاصة أن الكلمة الأولى والأخيرة لهم، فلا هم يعترفون بقانون ولا القانون يؤثر عليهم ولهم سطوة وتأثير في كل المرافق. لذا يريدون من الناس أن يخضعوا لهم خضوعا كاملا ويخافون منهم ولا يرفعوا صوتهم للانتقاد أو الاعتراض أو للرفض. ولكن هذه الرسائل وخاصة هذه الرسالة الأخيرة لا نجد لها أي قدى بين أبناء الشعب العراقي، ولا سيما في ساحات التظاهر الذين رفضوا سياسات الطائفية والعنصرية ورفضوا مثل هذه السيطرة الميليشياوية وسيطرة إيران على القرار العراقي. طيب دكتور، بعد كل هذه المعطيات والحديث حول هذه القضية على سبيل المثال، هل يمكن للمواطن العراقي أن يركن للقضاء لانتزاع حقه؟ أين يذهب هذا المواطن؟ يعني لا شك، يعني لا نريد أنه نطعن بالقضاء بشكل عام، لكنه نقول أنه من واجب القضاء والقضاة، والكثير منهم لهم سمعة طيبة، عليهم دور كبير في تصفية أو إعادة السمعة الطيبة إلى القضاء بعد أن حاول الكثير ومنهم مثل هذا القرار إلى الإساءة إليه. لا بد، المسؤولية مسؤولية مجتمعية كاملة. العراق كله اليوم مختطف، ليس فقط القضاء، الميليشيات اليوم التي تسيطر على كثير من مفاصل العراق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومنها حتى هذا الملف. هذا واجب الشعب العراقي كله، أنه لا بد من إعادة تأسيس من جديد. ولذا رأينا أن الشارع العراقي، شباب العراقي في ساحات التظاهر قد أعلنها صريحة، دلالة على نضجهم وعلى وعيهم بأنه القضية ليست قضية جزئيات هنا وهناك، وإنما القضية قضية عملية أو يعني عمل سياسي وعملية سياسية وطنية تشتث هذا الموجود من جذوره وتقتلعه لإعادة الهيبة إلى العراق شعبا وحكومة وبكل مفاصله الأخرى. الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني، شكرا جزيلا لك.